بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وأصلي وأسلم على النبي اليتيم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أخواني براسا بقول صحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قد أشار إلى السبابة والوسطى، يعني الأخت الكريمة جمعية كافل اليتيم. قبل ان نشكركم على هذه الزياره الدعوه الكريمه نيابه عني ونيابه عن رئيس الجمعيه وعن باقي اعضاء المكتب والمكاتب الفرعيه، يعني نشكركم على الدعوه الكريمه. اولا الاخت الكريمه، بالنسبه لجمعيه كفيل اليتيم عندي موشنت، يعني على غرار باقي ايام واشهر السنه، يعني عندنا برنامج سنوي يبدا مع بدايه السنه، يعني نصدر اهداف ونطاق من اجل يعني تحقيقها على مدار السنه. تمثل في مرافقه اليتيم والارمله على من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه يعني من ناحيه الغذاء، من ناحيه اللباس، من ناحيه الرعايه الصحيه. كذلك مرافق اليتيم من ناحيه التربيه، من ناحيه التاديب، من ناحيه يعني من الجانب التعليمي، يعني على كل جوانب. ولهذا يعني بالنسبة لي يعني بالنسبة لعدد العائلات اللي تتكفل بهم الجمعية على المستوى الولائي كم يقدر؟ على المستوى الولائي يعني حاليا رانا بما يفوق 650 عائلة، يعني وتضم هذه العوائل أكثر من 1000 يتيم على مستوى الولائي. يعني فيما يخص الأخت الكريمة، العمل والنشاطات التي تقوم بها الجمعية هي على قدم وسع، يعني خاصة يعني في هذه الفترة التي تمر بها يمر بها العالم أجمع وبلادنا بشكل خاص، وهي يعني هذه الجائحة أو وباء فيروس كورونا. يعني منذ بداية شهر فبراير يعني قرر أعضاء المكتب الولائي وباقي أعضاء المكتب الفرعية على تحضير باكرا لشهر رمضان الكريم، ولكن يعني دخول هذا الفيروس بشكل مفاجئ تغيرت الظروف، مما اضطر الاعضاء وكل الناشطين بالجمعيه يعني على وضع برنامج خاص للتكفل ولرعايه الايتام في هذه الفتره، يعني مستقبل الاحداث، وغيرنا لنا برنامج خاص. بالنسبه للبرنامج قدمناه، يعني سجلنا برنامج يتمثل في مثلا الايام العاديه، كان عندنا ايام الاستقبال 3 أيام في الاسبوع، كان عندنا السبت والثلاثاء والخميس. يعني غيرنا البرنامج، اصبحت المداومه يوميه من الصباح الى المساء، يعني قبل يعني قرار الحجر الصحي. اصبحت مداومه يوميه، يعني نستقبل ارامل، نستقبل الايتام، نستقبل المحسنين، نقوم بنشاطات، نقوم بجمع تبرعات من اجل يعني نرافقهم في هذه الأزمة الصحية. يعني بقيتوا في الهدف نتاعكم أنكم تتكلموا.